جينا اليوم حضرنا لهاد الحفل ديال عيساوة. كان حفل رائع داز في اجواء زوينه بمناسبه الشهر الكريم. كنتمنى يدخل عليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله وكاع ما كنتمناو يا ربي. كنشكروا سياده الرئيس ديال مقاطعه حسان على هاد المجهودات اللي كيديروا باش يديروا لنا هاد الانشطه بحال هادو اللي كنستمتعوا فيهم وكنستحضروا فيهم جميع الاحاسيس ديالنا الروحانيه. وشكرا لكم بزاف ورمضان كريم. السلام عليكم، بوتينا معكم من مدينه سلا. اليوم حضرنا الحفل اللي تنظم في المقاطعه ديال حسان بمدينه الرباط. كان حفل ممتع وفرقه في المستوى جدا جدا، وكنشكرهم بزاف على هذه المبادره اللي تبارك الله جمعت العديد من الناس والكثير من الناس اللي كل شيء خرج فرحان وكل شيء خرج ناشط. شكرا بزاف ورمضان مبارك سعيد. بعدا كنشكر مقاطعه حسان وكنشكر الفرقه العيساويه اللي اليوم نظمت هذا الحفل الرائع تبارك الله عليهم وخلونا نعيشوا اجواء رمضانيه زوينه تبارك الله عليهم. استمتعنا تبارك الله، راه شي نشاط كلشي كان فرحان الحمد لله، داز كلشي على خير وبخير. حنا واخا كاين الشتاء واخا كاين البرد جينا نتفرجوا في عيساوة اللي نظمت لنا مجلس مقاطعه حسان، ودات واحد الامسيه رائعه بفضلكم وفضل هاد الناس هادو اللي قاموا على هاد الحفل هذا ما شاء الله. راه نسينا كل شيء، نسينا الحريره، نسينا كل شيء، نسينا الكوزينه، نسينا كل شيء. السلام عليكم، اليوم جينا من مدينه تمارا، حضرنا لهذا الحفل الرائع اللي نظمته مقاطعه حسان، وكانت الاجواء رائعه وعيساوة كانوا ما شاء الله في المستوى والجمهور كان اكثر من رائع. نشكروا السيد رئيس مقاطعه حسان على هذا الحفل الرائع، وان شاء الله مره اخرى ان شاء الله. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.